أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما كان على النبي من حرج الذين يبلغون رسالات الله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا ما كان
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا كما أتقدم نائبا عن جميع عائلات بركات وأسرة
بحضرة الراحل الكريم فضيلة الشيخ ابراهيم عبد العزيز بركات، يتقدمون جميعهم بخالص الشكر لكل من جاء للعزاء والمواساة، وشكر الله تعيكم جميعا. ايها الجمع الكريم، نعود واياكم الى دستور الارض والسماء القرآن الكريم مع فضيلة القارئ الشيخ عمر عادل سلام، قارئ القرآن الكريم والمقيم بمركز ومدينة الدلجة.